السلام عليكم، يا اهلا وسهلا، حياكم الله. الله يسعدكم. كم لبثتم في بطون امهاتكم؟ ترى كثير اسئله تجي منكم انه زرعنا الهايسنت وما طلع شيء، يعني ما بين اوراق، ما بين شيء. زرعنا النرجس ما بين شيء. يا جماعه الخير، الله يسعدكم، انتظروا شوي. شوفوا، ما فيها ولا بوادر حتى، ها شوفوها، ما فيها بوادر لل النموات الخضرية ولا شيء. شوف المنطقة هذه صفر، ما فيها شيء. لكن شوفوا ما شاء الله جمال الجذور، شوفوا كيف جاية، شوفوا كيف أعطت، يعني هذه واحدة، هذه الثانية برضو، شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الجذور، يعني هي قاعدة تشتغل، ترى هي مصومة قاعدة محلها فترة طويلة. نشوف هذه ما شاء الله، شوف يعني صراحة فيكم عجلة كثير. شوفوا هنا، شوفوا ما شاء الله، تجدير كامل، جذور جاية، وإن شاء الله جايكم الخير. بس استنوا شوي، الله يحفظكم، استنوا شوي، لا تستعجلون. كثير تسألون، والله العظيم، أنه زرعنا وما طلع شيء، زرعنا ومحنطين، ما أدري إيش، كلمات كثيرة. المهم يا جماعة الخير، الري يكون هادي عشان نوصل للجذور هذه اللي بعد كذا. المهم جدا يكون المكان بارد، طالما أنه ما عندنا أوراق ولا عندنا شيء، مش محتاجين للضوء، مش محتاجين لأشعة الشمس، فخلونا قاعدين بالهدوء هذا، الله يرضى عليكم. لا تضايقون، لا تضايقون من التأخر. ترى العام الماضي قلت لكم، واللي قبل قلت لكم، السنة هذه أعيد عليكم نفس الكلام. الله يسعدكم، مع السلامة.